هدى وهنا. خليكن دايما بالجو مع بانوراما، ولكن الجو اللي عم نشوفه برا بدنا اليوم نفهم قديش لازم ننتبه من الوضع اللي عم نشوفه، يعني عواصف رملية. امبارح بدبي بالتحديد كان يعني اللون البرتقالي غالب على كل الألوان، أكيد في تراب كتير. وزارة الصحة حتى بالمملكة العربية السعودية حذرت من حالة عواصف رملية بعدد من مناطق المملكة، ونصحت بالوقاية من أضرار الغبار واتباع إرشادات الدفاع المدني والأرصاد. اليوم رح نتوقف مع هذا الموضوع لأنه يمكن كتير من الناس ما بيعرفوا أنه هيدي الحالة ممكن تأثر صحيا على بعض الأشخاص اللي هن عندهم أمراض صدرية، ولكن نحن كناس عاديين ما عنا هذه المشكلة. كيف فينا نقي حالنا من المشاكل اللي ممكن موجودة أثناء العواصف الرملية أو اللي بتحملها الأجواء الرملية؟ خليني رحب بضيفنا الدكتور فهد عبد الكريم تركستاني، رئيس لجنة البيئة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. اهلا وسهلا اخت هدى، واهلا بالساده المستمعين، حياكم الله. يسعد نهارك، ان شاء الله الاجواء اليوم احسن بالمملكه العربيه السعوديه. والله يقول ان شاء الله، يعني ان كان نحن في جده الان في شويه غبار، خاصه ايضا كمان مع مشكله الهدميات اللي حاصله في نفس المدينه، هذه ايضا لها تاثير مباشر على كان قائمه الان في مدينه جده في أحياء الجنوب. عادة في هناك عملية هدم للأحياء العشوائية، نعم، وبينجم، ولكن نحن نتكلم عن بشكل عام على الطقس. نعم صحيح، وهذه نقطة مهمة جدا. فأنت ذكرتي بالفعل يعني هناك الناس اللي بيتأثروا مثلا عندهم أمراض الربو وأمراض جهاز التنفس اللي بيعانوا منها، هذه مشاكل كبيرة جدا تسبب لهم هذه الهالة، خاصة أيضا إذا كانت الرياح أو الغبار آتية من مدن صناعية، بتكون بتحمل أيضا معها جانب الغبار اللي هو في قد يكون في شوية بكتيريا وفطريات وإلى آخره، أيضا قد يكون محمل أيضا بمواد كيماوية من جراء الأدخنة المتصاعدة من المدن الصناعية في هذا الجانب، وهذه أثر تأثير مباشر على الإنسان سواء كان المصاب والغير المصاب. نعم. هنا أبغى أوقف وقفة مهمة جدا لجميع المستمعين في هذا الموضوع، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو سواء كان في دولة الإمارات. الآن الذكاء الصناعي والعمل الأرصادي قائم على قدم وثاق جدا في هذا، يعني مثلا على سبيل المثال، وهذا أيضا موجود أيضا في الإمارات وكثير من الدول الآن متبعة هذا الموضوع. المملكة العربية بالمركز الوطني للإرصاد قامت بعملية برمجة مهمة جدا ويسمى بمؤشر جودة الهواء. نعم. يعني أنا قبل ما أخرج من البيت ما تأخذ مني العملية 5 دقائق يا هدى، نعم، معايا أفتح من جوالي أكتب مؤشر جودة الهواء سواء في السعودية في دبي في أي مكان، معايا تجيني خريطة عامة عن المملكة السعودية، مجرد ضغط بإصبعك على المدينة اللي أنت فيها بيعطيك أونلاين، يعني في اللحظة يعطيك أنواع الملوثات المهمة اللي هي زي الأكاسيد، زي أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكربون وإلى آخره من هذه الأكاسيد. أيضا بيعطيك الغبار، كم نسبة الغبار، ويعطيك التحذيرات، هل هو الغبار هذا اللي هو موجود باللون الأحمر باللون الأخضر باللون، كل هذه البلائل موجودة في الموقع. وبالتالي أنا قبل لا أخرج من بيتي أنا أعرف الجو، هل هو الجو صافي، هل هو الجو مغبر، هل هو الجو محمل بمواد كيماوية ضارة علي، بالتالي أخذ حذري وأخذ حذري. نحن كده في سنتين زمان تعودنا على لبس الكمامات، وما يمنع أن لبس الكمامة عشان تقي نفسك وتقي أطفالك من جراء هذه الأشياء. إضافة إلى أنه إذا كان عندنا، إذا نحن بمؤشر جودة الهواء عرفنا أنه اليوم في مثلا زي ما تفضلتي أنت الإشارات ما مو فقط في التلفزيون، لا، ممكن تكون في اللحظة في أي في أي وقت، وهذه البرامج محطوطة أونلاين تعمل تعطيك الحدث فورا على طول في وقت الموضوع. بالتالي أنت تقدري تأخذ وقايتك في منزلك، تسك الشبابيك، نعم،
إطفال محكم. أيضا في نقطة مهمة جدا داخل المنزل ألا وهي المكيفات الشباك ومكيفات السبيلت. نعم. لابد إحنا يمكن تكلمنا في هذا في هذا الجانب في حلقة من زمان عن هذا الموضوع المكيفات في نعم المنزل صحيح. وقلنا الفلاتر لابد إنها تتغسل في كله لو قلنا في الأسبوع مرة عشان إنه الفلاتر اللي هي خاصة في مكيفات الشباك والسبيلت. لكن في حالة وجود الاستدامة في قضية الغبار الموجود الرياح المتواجدة في هذا الشهر بالذات نعم. هنا لابد إننا نخلص عملية غسيل الفلاتر إلى كل يومين ما تأخذ مني نعم. 5 دقائق كل يومين لابد أن تتنظف هذه الفلاتر خشية لا قدر الله أنها تكون بالفعل هي حتكون بتسحب كل الغبار لأن الغبار المشكلة الموجود في هنا بتكون دقيق جدا جدا وبالتالي بيتسرب إلى الشعب الهوائية بسرعة كبيرة جدا ويسبب لا قدر الله يعني في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية في تقرير من زمان قالت عن العواصف الذرية التي اجتاحت مناطق صحراوية في أفريقيا في عام 1996 نعم. أدت وباء التهاب السحايا الذي أصيب حوالي 250 ألف ونجم عنه وفاة 25 ألف شخص من هذا الجانب نعم. الموضوع مو سهل موضوع أكيد. لابد أن نأخذ حذرنا ونأخذ وقايتنا أيضا في السيارة لما تكون في السيارة وانت رايحة وشايفة فيه الغبار لابد من قفل الشبابيك قفل نعم. تام وأيضا فتح المكيف ونحرص على أن يكون في العيار حق في حق سحب الهواء سحب الهواء يكون مغلق نعم. اللي في السيارة عشان نعم. لا يجيب لنا الذرات اللي نحن ما بنشوفها نعم. الخفيفة جدا وهذه اللي هي المشكلة اللي بتأثر إما على العين وعلى الأنف ولا على الحنجرة ولا على الشعب الهوائية وغيرها من ذلك. طبعا حقول الأطفال لابد أن نأخذ محاذير قوية جدا على هذا الجانب خاصة إذا عرفنا أنه في هناك بالفعل عاصفة رملية نعم. لبس الكم مهمة جدا جدا خاصة عند ذهابهم إلى المدرسة وإلى الرحلة والفين عن الكورونا لسنتين زمان الآن تعودنا على لبس الكمامة نعم. يعني حكيت معلومات بتمنى من مستمعينا ينتبهوا. أنا عم بحكي اليوم على دبي امبارح شفت منظر وشوي هيك استغربته عشان هيك اليوم عم بحكي على الهوى بهالموضوع لأنه دكتور امبارح الجو كان أقرب إلى اللون البرتقالي الغبرة كانت واضحة ولكن كان في شوية هوايات حلوة فكان الشارع مليان الناس اللي نازلي تتمشى يعني الناس نازلي تتمشى ف استهجنت هيدا الموضوع حسيته غريب شوي الواحد بهيك حالي دائما إذا كان يفضل أنه يقعد ببيته إذا ما في ضرورة للخروج وأنا قلت لك يعني مؤشرات جودة الهواء إلى قائمة في كل دولة لها مؤشر هذا رائع جدا يا هدى نعم. هيدا ما فهمته دكتور ترجع هو ابليكيشن ولا انت مجرد بكل بساطه ادخلي في جوجل اكتب مؤشر جوده الهواء في دبي نعم. على سبيل المثال او في السعوديه نعم. في السعوديه الان بيغطوا كل مدن الان في كل مدن المملكه لا السعوديه الان بتغطي حتى في الاحياء يعني حتى في الحي مجرد انك تضغطي في الحي اللي انت ساكنه فيه بيعطيك مؤشر الهواء حقي نعم. سواء كان عن الأكاسيد أو عن نسبة الغبار الموضوع مرة بسيط مجرد إنك تكتب في جوجل مؤشر نعم. جودة معايا نعم. حيطلع عليك طيب دبي المملكة العربية السعودية قطر إيش ما كان شو اسمه من الدول اللي تختاريها ولما تدخلي على منطقة الإمارات العربية المتحدة نعم. هيجيب لك خريطة الإمارات يعني أنا بعد البرنامج على طول حجربه حأعتمده كل يوم وكتير مهم مستمعينا جدا جدا مهم طبعا تعتمدوه على أساسه كمان تتصرفوا مثل ما قال الدكتور فهد تعودنا على لبس الكمامة بعد لحد هلأ بالمملكة العربية السعودية عم يلبسوها الناس في المناطق ربما مش الخارجية الداخلية ولكن إذا كان الهواء عم يعطينا أنه منه نظيف بيقدر الواحد يلبس الكمامة ويحمي حاله دكتور في نصيحة معينة في هذا الصدد كمان بتحب تختتم فيها ما تطرقت لها قبل ما نختتم البرنامج والله النصيحة انه لا 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 يعني
لا ناخذ الموضوع موضوع كده بسيط ومهم، يعني مثلا موضوع مهم جدا، مهم على الصحه وخاصه على الاطفال. نعم. وعلى الناس يعانوا من امراض الربو، عليكم الحذر وعليكم لبس الكمامه، شيء اساسي ومهم في حاله انك انت بتشوف انه موجود في غبره. نعم. نظافه اول باول من الغبار في المنزل، وهذا ضروري جدا مهم جدا. نعم. زي ما ذكرت الفلاتر حقت المكيفات هذه واحدة مهم، شفاطات الموجودة في داخل المنزل سواء كان في المرافق الصحية أو في المطبخ إذا كان، لابد أنها تكون شفافة في على مستوى جيد. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فهد، يعطيك العافية. شكرا. إذن مستمعينا فاصل ونرجع.